في ظل توارد الأنباء عن اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية بداية الشهر الجاري خلو اليمن حتى اللحظة من وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد. نحب أن نطمن أبناء شعبنا العزيز أنه حتى يومنا هذا الأربعاء الموافق 4 مارس من عام 2020، لله جزيل الحمد والشكر، لا توجد أي حالة اشتباه في الجمهورية اليمنية لحالة مرض فيروس كورونا. كل الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام هي منشورات غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. المعني بإعلان أي حالة اشتباه موجودة هي وزارة الصحة. تأكد ذلك خلال عقد ورشة إعلامية في العاصمة صنعاء، أكدت فيه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة بأنهما تعملان جنبا إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد وجود مصابين بالفيروس. عملت الوزارة العديد من الإجراءات الخاصة بالمكافحة، الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء، منها تجهيز مركز العزل وفي صنعاء والحجر أيضا في مطار صنعاء، بالإضافة إلى توجيه كل مدراء مكاتب الصحة في محافظات الجمهورية بتجهيز مراكز للعزل وأيضا عنايات مركزة فيما لو ظهرت أي حالة اشتباه. كذلك أيضا تم توفير المحاليل الطبية المخبرية للفحص إذا وجدت حالة اشتباه، وكذلك توفير المستلزمات الوقاية والحماية وتدريب فرق العمل على مكافحة العدوى. الفيروس الذي أثار رعبا مخيفا في أرجاء العالم بعد انتشاره في عدة دول عربية وغربية ما زال حتى اللحظة بعيدا عن اليمن التي وفي ظل الظروف الحالية ستتأثر كثيرا في حال تم تفشي المرض فيها، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية بشكل أكبر. أعراض الإصابة: سيلان الأنف، صداع وحمى، سعال وألم في الحلق، شعور عام بالأعياء، طرق انتقال الفيروس، التعرض للسعال والعطاس من قبل شخص مصاب، ملامسة شخص مصاب كالمصافحة مثلاً، ملامسة الأسطح التي تحمل الفيروس، طرق الوقاية في الحياة اليومية، غسل اليدين بالماء والصابون بعد ملامسة أي سطح في مكان عام، استخدام معقمات اليدين، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين بشكل جيد، تجنب الأماكن المزدحمة وتجنب الاقتراب من أشخاص يظهر عليهم المرض. أما أثناء السفر فيجب ارتداء قناع وقي في المطارات، تجنب ملامسة المقابض والأسوار المعدنية، تجنب الاقتراب الشديد من الآخرين عند الوقوف في الطوابير، استخدام معقمات اليدين بشكل متكرر.